أثابكم الله. يقول: وجدنا في بعض فتاويكم المطبوعة جواز التسمية بعبد الناصر مع أن الناصر ليس من أسماء الله، فهل معنى هذا جواز التعبيد لغير الأسماء الثابتة مثل الجليل والمقصود ونحوها؟ ما أذكر هذا أنا، الفتوى الذي ذكرها السائل أنا لا أذكرها الآن، فإن كان متأكدا يأتينا بنص الفتوى عشان نشوف. نعم.